يا ليلي يا محمد السادس نصره الله وأيده. أنا أسمي رأي ملك مين المغربيين سريدة أصوات عزيزة عليا وعزيزة على المغاربة. الحمد لله كما كنت راني في المهرجان ديال الشباب الدولي بمدينة الريبة، كانت المشاركة ديالي أي فنان مغربي وكنت كنشارك فيه الحمد لله كل عام إلى العام اللي فات نظرا للأسباب، مي هذا العام شاركت الحمد لله كما كنت بيبليك يا حفظ الأغاني ديالي والناس ديال الرباط حفظ ديال الأغاني سامراي الحمد لله هذا معجبين بزاف وخرجوا شنو في الرباط في طنجة الكويرة. بالنسبة للمشاركة ديالي كانت كما كتشوفوا مع الناس مع المنظمين مع الصحفيين الحمد لله كانت يعني الحمد لله كاين واحد التواصل. وبالنسبة للجديد ديالي 2019 كليب ديال قصة حب اللي كان كلمة الألحان ديالي متواضعة كانت توزيع الأمين من الجامعة الجزائرية بروكسل ستوديو بروكسل ستوديو فيزيون بروكسل. ودابا خرجت بالصبر ديال الكليب راه قريب يخرج لو تخوف إن شاء الله غادي يخرج الكليب الجديد ديالي. كنتمنى من المغاربة يعجبهم اللي تصور في طنجة وشفتها كنتمنى من حسن الظن ديالهم وحسن الظن كاع ديال المغاربة. كلمة راقية كليب الحمد لله في المستوى لا كاليتي هي كنتمنى إن شاء الله هذا العام يدخلكم الصحة والعافية ووليداتكم اللي مريض الله يشافيه اللي ما عندوش الله يعطيهم اللي الله يزيدو سامي راه لك حماقة اليوم. السلام عليكم، معكم نبيلة عقيلي ملكة جمال العرب 2019. لي شرفني نكون معكم اليوم، هذا تشريف كبير ليا. مهرجان كان رائع، حضور كان رائع، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما. بالنسبة للمشاركة ديال الجزائر شنو هي؟ بالنسبة للمسابقة الجزائر الحمد لله كاين استعدادات وكاين كنتمنى غير الدعم للاعلام المغربي والشعب المغربي. صفرت قلبي وهذه الشرف من المسجد المراكش كان يسافر في المسجد المراكش من المراكش وصفت الطاقم في المسجد المراكش. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.